المجموعه فعلا ممتعه، انا استمتعت بيها وثريه. هو عنده لغه ثريه فعلا، وممكن ليها تخريجات كمان للمفردات او كده. يعني حتى مثلا حط لنا عند تشحذ العقارب، بقت تشحذ العقارب دي مش واضح هو تشحذ هنا يعني سن السكينه سن العقرب، ولا تشحذ يعني تشحتها، لان المفرده في اللغه العربيه مش هتبانها في تشحذ دي، مش هتبانها في فيما يليها. وكذا مره هو في مفردات بالشكل ده، فكانت فعلا يعني بتخلي الواحد يتيقظ لبقيه الكلام. الشاعريه بقى واضحه، يعني هو شاعر ضل طريقه او ضل سبيله الى الى الكتابه، لكن 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 هو من جوه محمل بالحكايات. حكايه المعسكر دي قلبت عليا مواجع. في واحد قديم بالظبط كاتب تقريبا كده اسمه إريك ماريا، مش عارف اكيد يعني مريت عليه. حكايه اولا واضح جدا ان ده معسكر تدريب مش سجن، لان معسكرات التدريب بتبقى محاطه بالاسلاك الشائكه مش بجدران، فواضح ان هو بيتكلم عن معسكر. وهو يعني قد ايه بيكن الكراهيه للتدريبات اللي دربها في الجيش، او الجيل اللي دخل الجيش ده فيما اعقاب الحرب كان حاسس انه مظلوم. فهو المشاعر هنا مشاعر الظلم، هو حاسس بشده وطئ الظلم اللي وقع عليه، ان بيقتطع وقت من عمره فانه يقوم بالاعمال اللي ملهاش لازمه دي، وتفكيره دايما في الهروب. بس كان الهروب هنا هو بيفكر للحبيبه، يعني كان في حبيبه بتنتظره، وحتى الحبيبه دي مش واضح لان طلعت حبيبه بتاعت واحد تاني، يعني 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 ممكن يبقى في حاجه مشتركه يعني. عشان ما اطولش بقى، هو بارع جدا في حكايه انسنه الجمادات، يعني يعني مساله الكوبري اللي بيوصف الموكب اللي هيمر عليه. الكوبري دريان كويس قوي بالحاله بتاعت الجفاف لما يبقى طامي، او بحاله العيال اللي بيلعبوا تحتيه، او بحاله الموكب اللي هيمر. وهو تعمد ان الموكب ده يبقى موكب ملكي، لان في اشاره لطرابيش هنا، يعني هو مغرم قوي بانه انه يرجع لزمن تاني. لان حتى حكايه الالغام دي هو ما يعتبرش، دي حكايه كانت مشهوره جدا بالذات بعد 67، ان عساكر كتير جدا، والحكايه دي اتحكت لنا فيما بعد، كان بيبقى فقد ساقه كتير قوي. كان في واحد بيجي لنا هنا فقد ساقه بالتحديد، لان كانت الالغام اللي بيستخدمها يعني العدو وقتها كانت بتعمل كده، انه لما بيقفز بيطير ليها حدوته يعني. فيبدو ان هو الحكايه بتاعت الالغام دي هو سمعها اثناء المعسكر وتشبع بيها، يعني بيصطلح كده ان ممكن يكون هو اللي هيصاب بشكل ده. من ابرع القصص اللي في المجموعه بقى خيال المآتة، لان هو تدرج في خيال المآتة من اول الحديث على لسان الجزع، الجزء اللي قطع من الشجره. يعني هو الجزع هذا الجزع بيتذكر ايام ما كان جزع، وكانوا العيال بيستندوا عليه عشان يطلعوا ياكلوا التوت، لكن يعني تدهور بيه الحال لغايه ما بقى خيال المآتة. طبعا كلمه المآتة دي فكرتني بالدكتوره فاطمه مدور في المعجم، فدورت على المآتة، اتضح ان المآتة دي ملهاش اصل في اللغه العربيه، دي قبطيه متسلله للمصريه او للغه بتاعتنا حاليا دلوقتي. ما هي ايوه موجوده يعني، انا اقصد ان لا متسلله طبعا، الناس مش عايزه تقرا يعني، لانها بتعني الزراعه او حاجه تخص بالزراعه. فالجزع ده زعلان جدا ان تحول من محب للبشر لمطفش للبشر. يعني طبعا الشابوسه الرمزيه فيها واضحه جدا، وان كان هو عبس مصر الشعبي اللي احنا بنقوله. من ابرع القصص برضو اللي مهمه قوي حكايه السفر وتجريف الارض، يعني هي اشاره من بعيد جدا لحكايه مصير بلدنا على ايدي اللي سافروا وجمعوا ثروات، وبقى همهم انهم يجوا يجرفوا الزراعه بتاعت هذا الوطن. ولذلك هو سيره الطمي والزراعه هنا اصيله عنده، بيتحين الفرص ان يجيب سيرتها، يعني عنده حنين هو لمصر الزراعيه. وانا بشكره على المجموعه الرائعه.